وإلى جولة في الملاعب العالمية، والبداية مع محمد صلاح. أكد ستيف ماكمانامان لاعب فريق ليفربول الإنجليزي السابق أن تألق المصري محمد صلاح مع الريدز هذا الموسم ليس صدفة، وإنه سيتقرر خلال المواسم المقبلة. وانضم صلاح لليفربول الصيف الماضي قادما من روما الإيطالي، وتألق الجناح المصري هذا الموسم حيث سجل حتى الآن 28 هدف في 34 مباراة بجميع المسابقات. وأضاف ماكمانامان أن تألق صلاح يشبه هاري كين قبل 3 سنوات عندما سجل 25 هدفا، وتوقع الجميع منه أن يسجل في العام التالي 25 هدفا مرة أخرى لأنه واحد من هؤلاء المهاجمين الكبار والموهوبين. واختتم: يبدو أن صلاح أيضا سيفعل ذلك في كل موسم، أنه يسجل تقريبا في كل مباراة يفاجئ الجميع، وحتى عندما يهدر الفرص يكون دائما في المكان الصحيح. قاد هاري كين فريقه توتنهام لحسم ديربي لندن والفوز على ضيف أرسنال بهدف مقابل لا شيء خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل كين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 ليعزز صدارته لقائمة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا بفارق هدفين أمام المصري محمد صلاح لاعب ليفربول. ورفع توتنهام رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، وتوقف رصيد أرسنال عند 45 نقطة في المركز السادس. أشارت تقارير صحفية إلى أن مهاجم توتنهام هوتسبور هاري كين ينتظر معرفة مصير المدرب الفريق الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو كي يتحدد مستقبله هو مع النادي الإنجليزي. وذكرت صحيفة ماركا بأن كين تلقى الصيف الماضي عرضا من مانشستر يونايتد بضعف الراتب تقريبا الذي يتقاضاه مع فريقه الحالي، لكن ولاءه لتوتنهام ولبوكيتينو جعله يرفض العرض، مما دفع مانشستر يونايتد للتعاقد في النهايه مع البلجيكي روميلو لوكاكو الذي لم يقدم الاداء المتوقع منه. لكن كين ينتظر معرفه مصير المدرب الارجنتيني الذي يربطه بتوتنهام، علما بانه يعلم ان وضعه سيتغير هذا الصيف سواء بانتقاله لفريق اخر او بتخطيط عقده الذي ينتهي في 2022 بحسب التي ابردت ان المعضله تكمن في معرفه ما اذا كان كين رحيل المدير الفني سيكون هذا العام أم العام المقبل. كشف أندريك مختاريان نجم أرسنال الفارق بين مدربه الحالي أرسن فينجر ونظيره جوزي مورينيو المدير الفني السابق الحالي لمانشستر يونايتد. وأوضح مختاريان لشبكة ASFR الفرنسية أن مورينيو طالب لاعبيه بمهام عديدة وتعامل بمنتهى الحدة، أما فينجر فهو شخص لطيف وهادي ويراعي الحالة النفسية للاعبين، وهذا هو الفارق. ويرى مختاريان أنه ترك بصمة جيدة بصفوف مانشستر يونايتد قبل الرحيل عن صفوف الشهر الماضي متجها إلى صفوف أرسنال اللندني. ألمح ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي إلى أنه قد يعود مستقبلا لارتداق القميص الأبيض لريال مدريد الذي رحل عنه الصيف الماضي. وقال موراتا: لابد أن أحترم تشيلسي الذي بذل جهدا كبيرا لضمي، أنا سعيد جدا هنا ثم استدرك، لكن مدريد سيبقى مدريد بالنسبة لي. وظهر موراتا مع الفريق الأول لريال مدريد في 2013 بعد تصعيده من رديف النادي قبل أن يرحل العام التالي ليقضي موسمين في يوفنتوس الإيطالي. وعانى اللاعب من قلة مشاركته الموسم الماضي مع الميرينجي ليرحل إلى نادي تشيلسي الإنجليزي.
أعلن النادي نابولي الإيطالي أن لاعبه الجزائري فوزي غلام ظهير أيسر الفريق قد خضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة. وأكد النادي الإيطالي في بيان على موقعه الرسمي أن الظهير الأيسر الجزائري سوف يبدأ عملية إعادة التأهيل اليوم السبت، وسيتم إعادة تقييم حالته بعد أسبوعين على أن يعود لتدريبات الفريق بعد حوالي شهر. يأتي ذلك على عكس التقارير التي زعمت أمس أن غلام قد غيب عن الملاعب لمدة عام، وأن إدارة نابولي بدأت في التحرك مع البديل. عاد اللاعب الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم نادي برشلونة الإسباني لقائمة الفريق الكتالوني مرة أخرى بعد غيابه للإصابة لمدة شهر، استعدادا لمواجهة ختافي ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني الأحد. وكان ديمبلي تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد على ملعب الأنويتا مطلع الشهر الماضي، مما جعله يغيب عن صفوف الفريق لمدة شهر. وتعتبر هذه الإصابة الثانية التي يتعرض لها الدولي الفرنسي بعد تعرضه للإصابة في الفخذ أمام ختافي بالجولة الرابعة من الليغا الإسبانية، والتي تسببت في غيابه لمدة 3 أشهر ونصف. وشهدت القائمة غيابا كل من المدافع البلجيكي توماس فورمايلن للإصابة والفرنسي سامويل أوميتيتي للإيقاف، بالإضافة إلى أندري جوميز ودينيس سواريز بسبب قرار يعود إلى الجهاز الفني أرنستو فالبيردي.